فورست كونفكشن، اول حاجه عندنا في الفورست كونفكشن هنتكلم عنه هو الاكسترنال فلو. طيب بصوا يا شباب، احنا عشان نتكلم على الكيو كونفكشن سواء انترنال او اكسترنال او فورسد او فري، احنا في الاخر هنحسب كيو كونفكشن اللي هي هتساوي الاتش في اريا سيرفيس في تي اس ماينس تي انفينيتي. فاحنا هتبقى مشكلتنا عشان نجيب الكيو ان احنا نحسب الاتش اللي هي الكونفكشن كوفيشنت، اللي احنا قلنا ده الرقم اللي بيقول لي الهيت ترانسفير باي كونفكشن هيمشي عامل ازاي، على حسب حاجتين، على حسب نوع الفلود وعلى حسب سرعته هي ماشيه ازاي. طيب ازاي بقى من الاتش هنجيب الكيو، او ازاي هنحسب الكيو من السرعه او الفلود؟ تعالوا نتكلم الاول على شويه دايمنشنلس جروب، او يعني شويه دايمنشنلس نمبرز قبل ما نتكلم على اتش. يعني ايه دايمنشنلس نمبر؟ دايمنشنلس نمبر زي حاجه زي الريلز نمبر اللي خدتوها في الهيدروليكس. هو عباره عن ايه؟ رقم بيقول لي على حسب قيمه معينه اللي هيطلع، طلع مثلا 5000، ف 5000 دي هيبقى ليها رينج معين، هيقول لي الفلو ماشي لامينر، الفلو الستريم لاينز ماشيه بارل لبعض ولا توربلن بتتلخبط وهكذا. فاحنا عندنا نمبر مهم جدا في الهيت اسمه نصلت نمبر. طيب النصلت نمبر ده عباره عن ايه؟ النصلت نمبر ده عباره عن كيو كونفكشن على كيو كوندكشن. يعني ايه؟ يعني انت لو حسبت النصلت نمبر وطلع اكتر من واحد معناها ان الكيو كونفكشن اكتر من الكيو كوندكشن فهو الدوميننت، لو طلع اقل من واحد معناها الكيو كوندكشن اعلى من الكيو كونفكشن فهو الدوميننت. زي كده الكيس اللي خدناها بتاعت الدبل بين ويندو لما كان في شويه هواء في النص بين لوحين ازاز، واحنا اتعاملنا معاه لانه كوندكشن مش هو كونفكشن. في الاخر النصلت نمبر هو اللي بيقول انا هتعامل مع الهيت ترانسفير ده ازاي. طيب لما اقول لك ان النصلت نمبر ده هيساوي الكيو كونفكشن على الكيو كوندكشن، يعني هو هيساوي في الاخر ال H في ال L على K. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا عشان اجيب ال H اللي هستعملها في Q انا محتاج احسب ال Nusselt number اصلا بكام. طيب ال Nusselt number ده عشان نحسبه هنحسبه ازاي؟ ال Nusselt number ده عبارة عن function في ال Reynolds number وال Prandtl number. ال Reynolds number ده اللي على حسب سرعة الفلو بيقول لي شكل الفلو هيمشي عامل ازاي، وال Prandtl number ده الرقم اللي بيقول لي الهيت هيتوزع ازاي في الفلو وهو ماشي. فاحنا لو عارفين الفرندز نمبر والرانلز نمبر هنعرف نحسب النصلت نمبر اللي هنجيب منه الاتش اللي هنجيب منه الكيو. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان من دلوقتي لحد اخر ترم الجيومتري او شكل الحاجه اللي عندنا هيبتدي يفرق في القوانين. فاحنا عندنا ثلاث اشكال: فلات بليت، سلندر، او سفير. الفكره كلها في ايه؟ ان في الداتا بوك زي ما هنشوف كده كمان شويه ان كل جيومتري من دول دي ايكويشن معينه للنصلت نمبر. كل اللي احنا محتاجين نعرفه ان احنا هنحسب الرينولدز نمبر والبراندز نمبر ونعوض في شكل الايكويشن بتاعت النصلت نمبر على حسب الجيومتري اللي عندنا عشان نطلع النصلت نمبر برقم من الرقم ده، نطلع الاتش من الاتش، نطلع الكيو. طيب يبقى احنا الاول عايزين نعرف احنا هنجيب الرينولدز نمبر والبراندز نمبر دول ازاي، وبعدين منهم نشوف الايكويشنز بتاعت النصلت نمبر، ومن النصلت نمبر نجيب الاتش، ومن الاتش نجيب الكيو. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نعرف اوران الرينولدز نمبر ده هنحسبه ازاي والبراندز نمبر ده هنحسبه ازاي. الرينولدز نمبر زي ما خدتوه في الهيدروليكس هو الفيلوسيتي في اللانس مثلا على كيناماتيك فيسكوستي. يعني انا محتاج اجيب كيناماتيك فيسكوستي، محتاج اجيب دنسيتي، محتاج اجيب ميو، محتاج اجيب شويه بروبرتيز. فاللي احنا هنعمله ايه عشان نسمرايز الموضوع كده، ان انا هحتاج اجيب البروبرتيز بتاعه الفلود اللي عندي عن تمبريتشر معينه، ومن البروبرتيز دي هحسب الرينولدز نمبر وهحسب البراندز نمبر عشان اخد الاثنين دول اعوض في الايكويشن بتاعت النصلت نمبر، فاطلع الايكويشن دي برقم واقول ان الرقم ده هطلع هيساوي الاتش في الال على كي، ومطلع منه الاتش وبالاتش اطلع كي. فاحنا هيبقى عندنا شويه ستيبس هنمشي عليها. اول حاجه ان انا هجيب تمبريتشر، من التمبريتشر دي هجيب منها بروبرتيز، من البروبرتيز هستعملها عشان احسب الريلنز والبراندلز، عشان اخد الريلنز والبراندلز اللي انا حسبتهم اعوض في الايكويشن بتاعت النصلت نمبر اللي انا هختارها على حسب الجيومتري اللي عندي، عشان من الايكويشن دي اطلع الاتش ومن الاتش اطلع الكيو. طيب تعالوا نتكلم اول حاجه على temperature. لو انا قلت لك عندي فلات بليت ليه سيرفيس temperature ومحطوط في تي انفينيتي وعليه فلود بيعدي، لو انا عايز اجيب البروبرتي بتاعت الفلود ده هل اجيب البروبرتي عن تي انفينيتي ولا تي سيرفيس؟ هو الفلود اوريدي temperature بتاعته بتتحرك من الاثنين، يعني الفلود اللي لازق في السيرفيس هنا هيبقى سيرفيس temperature بتاعته زي السيرفيس، والبعيد هيبقى انفينيتي. الكلام ده معناه ان temperature بتاعت الفلود نفسها بتتغير. فانا عشان اجيب بروبرتيز وهحسب بيها الحاجات انا هجيب عند افريج تمبريتشر، فهجيب حاجه اسمها فيلم تمبريتشر اللي هي تي اف، اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي تي اس بلس تي انفينيتي على 2. فانا كل اللي عامله ان انا هجيب افريج تمبريتشر ما بين التمبريتشر بتاع الفلود اسخن حاجه وابرد حاجه، عشان الفيلم تمبريتشر دي هي اللي هروح بيها تيبل زي ما هنشوف. هنطلع بروبرتيز، من البروبرتيز نحسب رينولدز نمبر والرينولدز نمبر وبراندز، نختار ايكويشن للنصلت نمبر على حسب الجيومتري اللي عندي
ومن الايكويشن دي اطلع الاتش ومن الاتش اطلع الكيو. فاللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي حاجتين، بروبش دي هجيبها منين او التيبل شكلها عامل ازاي، ازاي هحسب الرانلز والبرندلز، وازاي هجيب النصلت نمبر ايكويشن على حسب الجيومتري اللي عندي. تعالوا نبص بصه كده على الداتا بوك ونشوف الايكويشنز دي مكتوبه ازاي وهنستعملها ازاي، وبعدين نبتدي نحل مسائل او اقول لكم الحل بيمشي عامل ازاي. هنبتدي بيج 10، واول حاجه هيت ترانسفير باي كونفكشن. فيبتدي في الاول يكتب لنا الدايمنشنلس جروب بتاع الهيت ترانسفير باي كونفكشن اللي هي الارقام اللي قلنا عليها، برندلز نمبر، نصلت نمبر، الرانلز نمبر. فتعالى نبتدي بالرانلز نمبر اللي هو بيقول لي هيساوي الفيلوستي في ال LC على كينماتيك فيسكوستي، النصلت نمبر هيساوي كيو كونفكشن على كيو كوندكشن، هيساوي ال H في ال L على K. بس هنا كاتبها حاجه اسمها LC. يعني ايه LC؟ LC حاجه اسمها كاركترستيك لينث. يعني ايه كاركترستيك لينث؟ احنا اتفقنا ان هيبتدي الجيومتري يفرق معانا، فاحنا ممكن نكون شغالين بفلات بليت، شغالين بسلندر، او شغالين بسفير. في الاخر ال LC ده مش اللينس بتاع الحاجه اللي عندك، ده اللينس اللي انت وزعت هيت وانت ماشي عليه. يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم على فلات بليت والفلو ماشي كده، فهو قايل لك هنا ان ال LC فور فلات بليت هو اللينس، هو اللينس العادي انا وانا ماشي بوزع هيت يمين وشمال كده. لكن لو انا معدي على سلندر كروس فلو مثلا اكروس سلندر، اللينس اللي انا مشيته عشان اوزع هيت يمين وشمال هو الدايمتر بتاعي. فهو بيقول لي ال LC ده هيساوي دايمتر فور سلندر او سفير. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان النصلت نمبر هيساوي ال H في ال L على K لو انا شغال فلات بليت، وهيساوي ال H في الدايمتر على K لو انا شغال سلندر او سفير. يبقى اول حاجه عرفناها ال LC ده عباره عن كاركترستكس لينس، ده اللينس اللي انا بستعمله في الهيت ترانسفير مش اللينس اللي بحسب بيه الاريا. فهو عندنا حاجتين وهي ال LC واحد المساله كلها، ال LC اللي هتستعمله في النصلت هو ال LC اللي هتستعمله في الرانلز نمبر. طيب فرانز نمبر مش محتاجين الايكويشن بتاعته قوي لان هو هيبقى اوريدي داتا موجوده في التيبل زي ما هنشوف. طيب تعالوا نفترض ان انا طلعت بروبرتي من التيبل وعوضت في الايكويشن بتاعت الرانلز نمبر، فبقى عندي الرانلز نمبر برقم والبرندز نمبر برقم. فين بقى الايكويشن اللي هعوض فيها بالرانلز والبرندل في النصلت نمبر عشان اطلع رقم، وبعدين اقول ان الرقم ده هيساوي الاتش في ال LC على K واطلع منه الاتش ومن الاتش اطلع الكيو. تعالوا بقى هنبتدي نتكلم اول حاجه على الفورس كونفكشن اكسترنال فلو. فهتلاقي البيجز متقسمه نفس اللي احنا قلنا عليه، اول حاجه الجيومتري فلات بليت، وبعدين سلندر، وبعدين هتلاقي السفير. فاول حاجه تعالى نتكلم على الفلات بليت. وهو هيفكرك تاني ان في الفلات بليت هيقول لك ال LC هو عباره عن ايه عشان ده اهم حاجه عندنا في الحل. فقال لك ان ال LC هو اللينس العادي. طيب فلات بليت ممكن يبقى كيس من الاثنين، يا اما مديني تي سيرفيس وطالب مني الكيو، يا اما مديني كيو وطالب مني تي سيرفيس. اللي احنا هنعمله انا هعلمك ازاي تقرا الايكويشن بتاع الداتا بوك عشان اي ايكويشن انت عايز تستعملها بعد كده تستعملها عادي مش هيبقى فيها مشكله. طيب اول حاجه اللي هيقسم لي فلو او هيقسم لي البيهافير هو الرانلز نمبر على حسب سرعه الفلو. فاحنا هنحسب الرانلز نمبر، والله لو طلع الرانلز نمبر اقل من 500,000 يبقى احنا في الحاله دي لامينر فلو. في حاله اللامينر فلو دي الايكويشن اللي هستعملها بتاعه النصلت نمبر. يعني ايه الايكويشن اللي هستعملها بتاعه النصلت نمبر؟ يعني انا هقول النصلت نمبر هيساوي 0.664 في رانلز نمبر اللي استعملت فيه اللانس بار هاف في برندل 1 اوفر 3. الحاجه اللي بالصغير اللي مكتوبه جنب الحاجه دي مش تايمز، ده هو بيفكرك ده الرانلز نمبر اللي انت استعملت فيه اللانس بدل ال LC. يعني الرانلز نمبر اللي هحسبه في الايكويشن دي هيساوي الفيلوستي في اللانس على الكيناماتيك فيسكوستي، مش الدايمتر، مش الدايمتر بالظبط. فهو بس هنا بيفكرك انت استعملت ايه عشان تحسبه. ففي الاخر انا هقول ان النصلت نمبر هيساوي 0.664 في رانلز نمبر هاف في براندل 1 اوفر 3. لو انا عندي الرانلز والبراندل كل اللي انا هعمله ان انا هعوض في الايكويشن دي واطلع النصلت نمبر برقم، اقول الرقم ده هيساوي الاتش في ال L على K، واقوم مطلع من هنا الاتش ومن الاتش اطلع الكيو. فده السيستم اللي احنا هنعمله في كل الايكويشنز بعد كده. اللي هيفرق ايه؟ لو انت حسبت الرانلز نمبر طلع اكتر من 500,000 معناها انت تربلنت فلو. فهو نفس السيستم بس شكل الايكويشن هيتغير شويه، هيبقى الرانلز نمبر سبار 0.8 اللي هي 4 اوفر 5. طيب حته كومبايند فلو دي دايما هيبقى النص التاني من المساله. يعني لو كان الفلو ماشي لامنر وانت حسبت كيو وخلصت المساله، وبعدين قال لك طب لو انا زودت سرعه الفلو وبقى تربلنت يبقى انت في الحاله دي بقيت كومبايند، او لو انت كنت تربلنت وخلصت المساله وبعدين قال لك طب لو انا قللت السرعه وبقيت لامنر يبقى انت في الحاله دي كومبايند برضو. فحاله الكومبايند دي هنستعملها في النص التاني من المساله لو المساله على نصين. لكن في الاول في اول مساله انا هاخد السرعه واحسب بيها الرانلز نمبر، يا هطلع لامينر يا هطلع تربلنت، على حسب الكيس هختار الايكويشن اللي عندي عشان اطلع منها النصلت نمبر، من النصلت نمبر اطلع الاتش، من الاتش اطلع الكيو. ده في حاله ان تي اس جيفن. قال لك لو الكيو هي اللي جيفن وانت طالب التي اس مدي لك شكل تاني للايه؟ للنصلت نمبر. طيب اللي احنا عايزين نعرفه ايه؟
تحت كل ايكويشن في الداتا بوك هيكتب لك مينلي ثلاث حاجات لو موجودين. فاليديشن، انا ينفع استعمل الايكويشن دي امتى وما ينفعش امتى لو ليها رينجات. التمبريتشر اللي انا محتاج اطلع من عندها البروبرتيز في التيبلز هي اني تمبريتشر، ولو في كونستنس هيقول لك بتجيبها منين. فاحنا هنا الفاليديشن كانت بتاعت اللامينر والتربلنت على حسب الرينج بتاع الريلز نمبر. كاتب لك هنا float properties at tf اللي هي ts plus t infinity على 2. يبقى انا في اول مسألة هجيب ال tf وراح اطلع properties، هي ال property اللي هحسب بيها ال Reynolds number وهحسب بيها ال Prandtl number وهعوض بيهم في ال Nusselt number equation اللي هختارها عشان اطلع منها ال h، من ال h اطلع q. في حالة ال q constant او هو مديني q طالب مني ts، فانا اوريدي مش هيبقى عندي ts، فالا خد ال properties كلها عن t infinity. يبقى انا اروح التيبل عن t infinity اطلع ال viscosity مثلا عشان هاخد السرعة مع اللينس والفيسكوستي، احسب الرينولدز نمبر من الرينولدز نمبر والبراندز نمبر، اقعد في الايكويشن هنا من الايكويشن هنا اطلع النصلت نمبر برقم، اقول الرقم ده بيساوي الاتش في ال على كي، واقوم مطلع منه الاتش، ومن الاتش اطلع كيو او اطلع التي اس، اقعد في الايكويشن بتاعت الكيو. طيب سيميلرلي هنعمل نفس الكلام لو انا شغال كروس فلو اوفر سنجل سلندر، يعني لو انا عندي بايب ومعدي عليها من بره، قايل لك هنا ال ال سي هيبقى دايمتر، فقال لك ان النصلت نمبر اللي انا هجيبه هيساوي ال h في الدايمتر على k، بدل ما كان h في اللينس على k المره دي بقى دايمتر عشان ده ال LC بتاعي. بس قال لك بيساوي ايه؟ بيساوي c في رينولدز نمبر سبار m في براندل يونيفرسيتي. تاني الدايمتر ده هو مش رينولدز نمبر تايمز الدايمتر، هو بيفكرك ان ده الرينولدز نمبر اللي انت استعملت الدايمتر عشان تحسبه. اوكي طيب لو انا هعوض في الايكويشن دي امتى ينفع اعوض وامتى ما ينفعش؟ هنبص على الفاليديشن بتاعتها. اول حاجه float properties tf ts plus c infinity على 2، دي التمبريتشر اللي هجيبها عندها البروبرتيز خلاص. هيبتدي بقى يكتب لي فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ يعني هو بيقول لي الايكويشن دي valid انا ممكن استعملها امتى؟ لو انا شغال جاس فلو اونلي، ولو انا الرينج بتاع الرينولدز نمبر بتاعي من 0.4 لحد 400,000. لو انا بره الرينج ده او لو انا ليكويد مش هينفع استعمل التيبل دي، او مش هينفع استعمل الايكويشن دي. طيب لو فرضنا ان انا كده كده ويذن الرينج، انا عشان اعوض في الايكويشن دي محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف السي بكام والرينولدز نمبر بكام والام بكام والبراندل بكام. فاحنا كده كده البراندل والريلز نمبر هنحسبهم من البروبرز اللي جبناها. يبقى انا عايز اجيب السي وعايز اجيب الام عشان اعرف شكل الايكويشن هيبقى عامل ازاي. فاحنا اتفقنا تحت كل ايكويشن بعد الفاليديشن والتمبريتشر هيكتب لك الكونستنت لو موجود. فهو قايل لك هنا ان سي والام هجيبهم من تيبل 5.1. لو احنا بصينا على تيبل 5.1 هتلاقي تيبل دي عامله ازاي. كاتب لك الكروس سكشن اريا بتاع شكل البايب او الدكت اللي عندك عامل ازاي، سواء سيركلر او مش سيركلر. قايل لك اجيب السي والام على حسب رينجات الرينولدز نمبر. يعني مثلا لو فرضت ان احنا عندنا بايب سيركلر عاديه والفلو معدي عليها، وانا حسبت الرينولدز نمبر طلع مثلا 20,000، 20,000 يبقى انا في الرينج من 4,000 لحد 40,000. يبقى انا السي بتاعتي ب 0.19 والام بتاعتي 0.6. يعني شكل الايكويشن بتاعت النصلت نمبر ممكن اكتبها 0.193 في الرينولدز نمبر the power 0.618 في البراندلز power 1 over 3. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الايكويشن دي اعوض بالرينولدز والبراندلز اللي انا حاسبهم اوريدي، واطلع النصلت نمبر برقم، وهقول الرقم ده هيساوي الاتش في الدايمتر على كي، والكي دي برضو بروبرتي من البروبرز اللي احنا هنجيبها من تيبلز، فاحنا مش هيبقى عندنا مشكله في اي حاجه غير الرينولدز والبراندلز. ومن هنا اطلع الاتش، ومن الاتش اعوض في الايكويشن بتاعت الكيو واطلع الكيو. طيب افرض انت بقى طلعت بره الرينج بتاع الايكويشن دي. دايما اخر ايكويشن في كل شكل بتبقى هي جنرال ايكويشن، بتبقى ايكويشن كبيره ومكلكعه كده شويه، بس هي بتبقى valid في كل حاجه. الفاليديشن بتاعها هي جاز وليكويد فكل الفلوز اللي عندي، والرينولدز تايمز براندل اكبر من 0.2 وهو كده كده هيطلع اكتر من 0.2. فانت لو عايز ايكويشن واحده تعوض فيها ما تفكرش انت تكون شغلت جاز او شغال ليكويد ويطلع الرقم ادق، هي الايكويشن بتاعه تشرشل اللي عندك دي اللي هي 5.9. يبقى احنا عندنا اتنين ايكويشنز. ايكويشن 5.8 دي هستعملها لو انا جاز فلو، بما انها ايكويشن صغيره وسهل ان انا اعوض فيها. الكونستنس اللي فيها هجيبها منين؟ هجيبها من تيبل 5.1، يا اما اعوض بالجنرال ايكويشن من غير ما افكر انا جاز ولا ليكويد ولا الرينج بتاعي بكام، وده الرقم الاصح. يعني اللي هيعوض في الايكويشن دي ده الرقم اللي هيطلع ادق، بس هي عشان بتبقى مكلكعه شويه ممكن تعمل لك مشكله على الكالكوليتر، فبنبقى حاطين لك ايكويشن ثانيه بديله لو الفلو اللي عندك جاز. لكن غير كده في الاخر اي ايكويشن للنصلت نمبر هي فيها اتنين انونز بس، هي الرينولدز نمبر والبراندلز نمبر، هما دول الحاجتين اللي انت مش عارفهم. لو انت عارف الرينولدز والبراندل هتعرف تعوض في اي ايكويشن للنصلت نمبر. نفس الكلام بالنسبه للسفير، قايل لك برده ان ال سي بيساوي الدايمتر، وقايل لك ادي شكل الايكويشن بتاعه النصلت نمبر ان تيرمز اوف رينولدز نمبر وبراندلز. طيب
وقال لك انا هتطلع بروبرتي كلها عن تي انفينيتي، بس هو خلاص هو ما قالكش اشتغل عن تي اف يبقى انا هشتغل كده كده عن تي انفينيتي، وانا هطلع بروبرتي عن تي انفينيتي واحسب بيها الحاجات كلها. بس خلي بالك ميو اس اخر ترم عندي ميو انفينيتي على ميو اس، ميو انفينيتي تاني الحاجة اللي بالصغير اللي مكتوبة جنب الحاجة دي اللي استعملتها عشان احسبها، فميو انفينيتي دي الفيسكوستي اللي انا هجيبها ات تي انفينيتي، لكن ميو اس هي الفيسكوستي اللي انا هجيبها ات تي اس. فانا المفروض ان انا اروح التيبلز بتاعت البروبرتيز مرتين، مرة عند تي انفينيتي عشان اطلع البروبرتيز بتاعت الايكويشن كلها، وهروح تاني مرة عند تي اس عشان اطلع الايه الميو اس اللي هستعملها في الايكويشن دي. لكن في الاخر هقعد بالداتا اللي عندي، اطلع النسلت نمبر برقم، من الرقم ده اطلع الاتش، من الاتش اطلع الكيو. طيب بالمرة اخر حاجة عندنا في الداتا هوك هي الدراج فورس. اي فلو بيعدي فوق اي حاجة بيعمل نيجاتيف بريشر زون او ساكشن زون وراها. الساكشن زون دي بتعمل لي حاجة اسمها دراج فورس. لو انا محتاج احسب الدراج فورس، فالدراج فورس هتساوي حاجة اسمها دراج كوفيشنت تايمز الفرونتال اريا تايمز رو في سكويرد على 2. فرونتال اريا دي الاريا اللي في وشك، يعني لو انت باصص على بايب فانا من الجنب هشوفها في الاخر ريكتانجل، فهيبقى الاريا بتاعتها هو الهايت ده في الهايت ده. فهو بيقول لك هي هتساوي الدايمتر في اللانس لو انا شغال سلندر، وهساوي باي اوفر 4 دي سكوير لو انا شغال سفير، لان انت لو باصص على سفير هتبقى شايفها سيركل في العادي، فهتبقى الاريا بتاعتها هي السيرفيس اريا بتاعت السيركل. فانا ما عنديش مشكله في الفرونتال اريا. دينستي بروبرتي من البروبرتي اللي في التيبل، فيلوسيتي لازم تبقى جيفن، عشان لو الفيلوسيتي مش جيفن انا اصلا مش هبقى فورست كونفكشن، فاحنا كده كده الفيلوسيتي جيفن ما فيهاش مشكله. مشكلتي كلها في الدراج كوفيشنت عشان اجيب منه الدراج فورس. والدراج كوفيشنت انا هجيبه من الفيجر اللي عندك ده، ده الدراج كوفيشنت اللي هو الواي اكسس. الاكس اكسس اللي عندي هو الرينولدز نمبر، انا كل اللي هعمله هشوف الرينولدز نمبر بتاعي بكام، واطلع لحد يا اما الكيرف بتاع السفير يا اما الكيرف بتاع السلندر على حسب نوع الجيومتري اللي عندي، وامشي بالعرض كده اطلع الدراج فورس، اقعد في الايكويشن واجيب الدراج كوفيشنت، اقعد في الايكويشن واجيب الدراج فورس. طيب ده بالنسبة لشكل الايكويشنز اللي احنا هنحتاجها عشان نطلع بيها النصل نمبر. طب فين بقى التيبلز اللي انا هطلع منها البروبرتيز اصلا بتاعت الاير بقى والليكويدز والحاجات دي كلها؟ طيب هنبص تيبل اي 4 ده تيبل بتاع الجازز، تيبل اي 5 ده تيبل بتاع الليكويدز بس من غير ميه، تيبل اي 6 ده بتاع الليكويدز اند سو اون. طيب التيبل ده عبارة عن ايه؟ مديني اول حاجة مثلا اير، وبعدين امونيا، مديني جازز تحت بعض، وعند كل فلويد على حسب التمبريتشر اللي انت هتختارها عندك دينستي سي بي كيناماتيك فيسكوستي دايناميك فيسكوستي الكي اللي احنا هنحتاجها والبراندلز نمبر. دول اهم ثلاث حاجات عندنا، دي عشان هستعملها في الرينولدز نمبر، الكي هستعملها في النسلت نمبر في الاخر عشان اطلع الاتش، والبراندلز نمبر هنا رقم ثابت مش هحسبه. فلو انا قلت لك مثلا احنا شغالين عند هواء وطلع تي اف بتاعته 300 كلفن، فانا هاجي عند 300 واقول لك ان الكي بتساوي الرقم ده، براندل نمبر بيساوي الرقم ده، الميو بيساوي الرقم ده، وهكذا. بس عايزين ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، انا عشان اخد الارقام من التيبلز باليونتس دي اللي احنا هنشتغل بيها من غير ما نغيرها، ما تنساش لازم اي رقم هطلعه من التيبل هقسمه على الرقم اللي مضروب فوق. يعني ايه؟ يعني عندك الكي هنا مقسومه تايمز 10 كيوب، يبقى انا عشان اجيب الكي بتاعت ال 300 كلفن مش هتبقى 26.3، لا هتبقى 26.3 تايمز 10 سبار نيجاتيف الرقم اللي مكتوب فوق عشان في الاخر تطلع بالوات بير متر كلفن. يبقى محدش ينسى اي رقم هطلعه من التيبل هعمله تايمز 10 سبار نيجاتيف الرقم اللي فوق. هي الفكره كلها في ايه؟ ان الارقام كلها هي 0.0 حاجه 0.2. فلا الراجل شكل التيبل معفن جدا، فقال لك احنا ممكن نعمل ايه؟ تعال نضرب الصف ده كله مثلا في 1000 عشان يبقى شكله بس ايه، بدل ما هو 0.026 لا يبقى 26.3 تايمز حاجه. فهو الفكره كلها ان انت عشان تاخد الرقم ده باليونت اللي عندك من غير ما نغير فيها حاجه، كل اللي هتعمله ان انت اي رقم هتطلعه من التيبل هتبص فوق، لو هو مضروب في رقم يبقى انت تقسم على الرقم ده، فاي رقم هتطلعه من التيبل هعمله تايم سنت تو باور نيجاتيف الرقم اللي فوق. دي اهم حاجه ليه؟ عشان دي اول خطوه بعملها انا، البروبرتيز دي بحسب بيها الرينولدز وبحسب بيها النسل وبحسب بيها الاتش، فلو انا من الاول مطلع بروبرتيز غلط انا الباقي كله بالسلامه. يبقى احنا اول حاجه ناخد بالنا منها ان احنا التمبرتشر اللي احنا هنجيب عندها البروبرتيز اي رقم بطلعه من التيبل بعمله تايمز 10 سبار نيجاتيف الرقم اللي فوق، ماشي كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للتيبل وشكل الايكويشن. تعالى بقى نشوف المسائل بتيجي عامله ازاي، ونبص كده على كام مساله ونشوف ترتيب الخطوات هيبقى عامل ازاي او انا بحل ازاي. طيب اول مساله في الشيت عندي بتاع الفورست كونفكشن اكسترنال فلو، عشان لسه بس في الاول، فالراجل مديلك فلات بليت
وقال لك الفلات بليت ده هيعدي عليه هواء، الهواء ده درجة حرارته 50، السيرفس تمبرتشر بتاعت الفلات بليت ده 100 ديجري، ومدي لك اللانس ومدي لك الوزن. هنا ما ادانيش سرعة، بس بدل السرعة مديني الرانوز نمبر جاز. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسب لي كيو اللي خارجة من الجسم ده لما يكون الرانوز نمبر بتاعي على حسب السرعة 40,000. هو الراجل هنا كتر خيره ريحني من الخطوة اللي انا بحسب فيها الرانوز نمبر. هو على طول هاخد الرينج بتاع الرانوز نمبر طلع بكام؟ 400,000. يبقى هروح على التيبلز او هروح على الداتا بوك، عايز الايكويشن بتاعة النصلت نمبر اللي بتنفع في حالة الفلات بليت لما يكون الفلو لامينر. فالاقي هي الايكويشن دي اللي هي النصلت نمبر هيساوي 0.664 فرانلز بار هوف في براندل 1 اوفر 3. انا عشان اجيب البراندلز هجيب البروبرتيز الاول. فاللي انا هعمله ايه؟ هو ايه اللي هنا؟ طلع البروبرتيز كلها من تيبل A4 ات التمبريتشر، هي الافريج. هعمل التمبريتشر دي بلس التمبريتشر دي على 2، جبت تي اف. هروح تيبلز اللي عندي، انا عندي تيبل A4 بما اني شغال بهوا، يبقى اروح تيبل A4 عند تمبريتشر 350 تقريبا واطلع الايه؟ البروبرتيز كلها اللي هي الريلانس والبراندل، وطلع الصف كله على بعضه. وما تنساش اي رقم بطلعه من التيبل بعمله تايم ستانس باور نيجاتيف الرقم اللي مكتوب فوق. المهم فانا طلعت البراندز نمبر عند تي انفينيتي لقيتها من التيبلز، من عند تي اف من التيبلز لقيتها 0.7، ولقيت ان كي 0.029. فانا خلاص عندي براندز نمبر مفيش مشكله، رينولدز نمبر هو راجل مديهوني جاهز. كل اللي انا هعمله ان انا هعوض في الايكويشن دي اطلع النصلت نمبر برقم، اقول الرقم ده هيساوي الاتش في ال سي على كي، وال سي هنا هتبقى لانس عشان انا شغال بفلات بليت. يبقى اشيل ال سي واحط بدلها لانس، يبقى اتش في ال على كي. اللي محتاج اعرفه اوكي اوريدي بروبرتي من البروبرتي عندي، هعوض في الايكويشن دي اطلع الاتش، هاخد الاتش هعوض بيها في الكيو ومطلع الكيو سيرفيس اريا لينس فويس عندي ودلتا تي عندي. فاحنا دايما هتبقى مشكلتنا في البوينت بتاعت الاتش. انا عشان اجيب الاتش محتاج اجيب النصلت نمبر الاول، وعشان اجيب النصلت نمبر محتاج احسب رانلز وبراندلز، وعشان احسب رانلز وبراندلز محتاج اجيب بروبرتيز من التيبلز. فده ترتيب الخطوات. هجيب تمبريتشر اللي هي افريج، من التمبريتشر دي هحسب بروبرتيز من التيبلز، هستعمل بروبرتي ان انا احسب رانلز نمبر وبراندلز نمبر، ومن رانلز نمبر هختار ايكويشن للنصلت نمبر على حسب الجيومتري اللي عندي وعلى حسب الفاليديشن، ومن الايكويشن دي هطلع الاتش، ومن الاتش هطلع كيو. وده الايه؟ ده السيستم اللي احنا هنمشي بيه. طيب بقيه المساله بيقول ايه؟ بيقول لي طب لو انا زودت السرعه شويه فلقيت ان الرانلز نمبر بدل ما كان 40,000 بقى 800,000. 800,000 يعني هو عدى الرينج بتاع ال 500,000. يبقى انا كنت لامينر وبعدين بقيت تربلنت، يبقى انا في الحاله دي بقى اسمي كومبايند فلو. كومبايند فلو يبقى انا عشان اجيب الكيو الجديده محتاج اجيب اتش الجديده. طب هجيب اتش الجديده ازاي؟ هختار الايكويشن بتاعه النصلت نمبر بتاعه الكومبايند فلو واعوض فيها بالرينولدز الجديد اللي هو 800,000 مع البراند اللي طلعته من التيبلز، اطلع النصلت نمبر جديده، هقول النصلت نمبر ده هيساوي الاتش في ال على كي، اطلع اتش من الاتش اطلع كيو. فهو الموضوع مش مشكله، هي بس المعاناه ان انا اجيب الاتش، وعشان اجيب الاتش اجيب نصلت نمبر، وعشان اجيب نصلت نمبر محتاج رينولدز وبروبرتيز. فالفكره الموضوع ممكن يبقى طويل شويه لكن هو سيستماتيك جدا ما فيهوش مشكله. طيب مساله رقم 3 هي مساله حقيقيه، يعني الراجل بيديني بايب السيرفيس تمبريتش بتاعتها 100، اللينس بتاعها 1 متر، مديني الدايمتر بتاع البايب، وان الفلو هيعدي عليها هو هواء درجه حرارته كذا وسرعته كذا. هنا مش مديني حاجه جاهزه، فانا هبتدي احسب حاجات كلها. والراجل عايز يعرف الكيو اللي خارجه منها قد ايه بير يونت متر، وعايز يعرف الدراج فورس اللي بتحصل وراها قد ايه. تعالوا نبتدي بالكيو. انا عشان اجيب الكيو هقول الكيو بيساوي الاتش في الاريا في تي اس ماينس تي انفينيتي. الاريا بتاعت السلندر هي باي دي في ال، باي دي اللي هو سيركمفرنس في اللانس، وانا عندي الدلتا دي. مشكلتي كلها عشان اجيب الكيو محتاج احسب الايه؟ الاتش. وعشان اجيب الاتش لازم اعمل الخطوات اللي قلنا عليها، ان انا اجيب نصلت نمبر، وعشان اجيب نصلت نمبر محتاج اجيب رينولدز، وعشان اجيب رينولدز محتاج اجيب بروبرتيز وهكذا. فاحنا هنمشي بالترتيب. اول حاجه هقول تي اف هي تي اس بلس تي انفينيتي على 2. طلعت التمبريتشر، هروح تيبل اي 4 عند التمبريتشر دي واطلع الايه؟ البروبرتي اللي انا هلاقي فيها دينستي كي براندل فيسكوستي كل الحاجات. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد السرعه الجيفن دي واحسب بيها الرينولدز نمبر. فانا هقول الرينولدز نمبر هيساوي الفيلوسيتي في ال سي على الكيناماتيك فيسكوستي. الكيناماتيك فيسكوستي عندي، وما تنساش تاني اي رقم بطلعه من التيبل تايم ستانس باور نيجاتيف الرقم اللي فوق. هنا الرينولدز نمبر هو فيلوسيتي في ال سي على الكيناماتيك فيسكوستي. بما اني شغال بسلندر يبقى انا ال سي بتاعي هو الدايمتر، يبقى الفيلوسيتي في الدايمتر على الكيناماتيك فيسكوستي، وطلعت الرينولدز نمبر.
على حسب الرينج بتاع الرينوز نمبر، وانا شغال بجاس فلو فلقيت ان ايكويشن 5.8 تنفع عادي، يبقى انا ممكن اشتغل بايكويشن 5.8 علشان اطلع النسلت نمبر. فلقينا النسلت نمبر دي بيساوي سي في رينوز نمبر باور ام في براندل 1 اوفر. دي الايكويشن اللي جبتها من ايه؟ من التابل. اوكي طيب، عشان اجيب السي وعشان اجيب الام هجيبهم من تابل 5.1 at الرينوز نمبر بتاعي. فانا هروح تيبل اي 5 اللي هو عن تقريبا ال 20000 واطلع السي والام، فطلعت تقريبا نفس الارقام اللي قلنا عليها، السي ب 0.19 والام ب 0.6، فطلع في الاخر النصلت نمبر بيساوي 0.19 في الرينوز نمبر بتاعي تو ذا باور 0.6 في البراندلز 1 اوفر 3. انا عندي براندلز من البروبرتيز، عوضت في الايكويشن دي طلعت النصلت نمبر برقم، قول النصلت نمبر ده هيساوي الاتش في الدايمتر بتاعي اللي هو ال سي على كي، وانا عندي الكي بروبرتي من البروبرتيز هطلع من هنا الاتش، اعوض بالاتش هنا اطلع الكيو. الموضوع في منتهى البساطه. طيب هو بس طويل شويه لكن سيستماتيك، هي الفكره كلها ان انت تختار الايكويشن بتاعت النصلت نمبر صح على حسب الجيومتري وعلى حسب الفاليديشن اللي عندك. طيب تعالى بقى نحسب الدراج فورس. قلنا الدراج فورس هيساوي دراج كوفيشنت فرونتال اريا فرو في سكويرد على 2. frontal area هي diameter في length زي ما كان قايل لي في الداتا بوك. عندي density property من البروبرتي اللي جبتها من التيبل، velocity ده given بما اني شغال force convection، فحسبت من هنا الايكويشن اللي فاضل لي بس ان انا اجيب الدراج coefficient، ودي هجيبها من figure 5.2 زي ما قلنا. فانا هروح figure 5.2 عند الرينولدز نمبر بتاعي تقريبا ب 20000، هطلع لحد مخبط في الكيرف بتاع السلندر وامشي بالعرض اجيب الدراج فورس. الدراج coefficient تطلع 1.1، فهو قايل لي ان الدراج فورس هي 1.1 في الفرونتال اريا في رو في سكويرد على 2، وكده كده بما اني شغال 1 متر اللينس بتاعي كله فهتبقى نيوتن بير 1 متر. نفس الكلام في مسألة رقم 6، بس الفرق ان انا هنا شغال بسفير، فاللي هيفرق ان هو قال لي عندي سفير بتطلع 50 وات، دي لايت بولب اللي هي لمبة، بس ال 50 دول طالعين شويه لايت وشويه هيت، هو عايز يعرف الشويه الهيت اللي خارجين باي كونفكشن قد ايه. يعني في الاخر عايز نحسب له كيو كونفكشن للسفير ده. فانا عشان احسب كيو كونفكشن للسفير هعمل نفس الكلام تي اف، وبعدين اطلع بروبرتيز، ومن البروبرتيز هحسب رينولدز نمبر، ومن الرينولدز نمبر هختار ايكويشن للنصلت نمبر على حسب الجيومتري والفاليديشن، ومن النصلت نمبر اطلع الاتش، ومن الاتش اطلع كيو. فانا اللي هيحصل هنا ان انا تي اف بتاعتي هي تي انفينيتي. ليه؟ لان انا شغال سلندر، اي شغال سفير، فالسفير هي ايكويشن واحده ما عنديش غيرها. فاروح تيبل اطلع الايكويشن بتاعت السفير اللي هو ايه اللي تحتها، اطلع البروجريس عن تي انفينيتي، يبقى انا شغال عن تمبريتش اللي هو مدياني، اشتغل عن تي انفينيتي اروح 300 طلعت البروجريس كلها كي فرندل ميو، ورحت تاني عند تي اس عشان اطلع ميو اس عشان الايكويشن هي ميو انفينيتي على ميو اس، وتاني اي رقم بطلعه في التيبل بعمله تايم سينس بار نيجاتيف الرقم اللي فوق. تاني محدش ينسى كل اللي انا عملته ان انا طلعت بروبرت جيب تي اف، طلعت بروبرتيز، حسبت رينولدز نمبر في الفيلوسيتي في الدايمتر على كيناماتيك فيسكوستي، طلع لي رينولدز نمبر. بما ان معنديش غير ايكويشن واحده للسفير فانا مش هبص على فاليديشن، كل مره هستعملها غصب عني، فهو معوض في الايكويشن بالرينولدز والبرانديز اللي انا طلعتهم. طلعت النصلت نمبر 21، قول النصلت نمبر ده هيساوي الاتش في الدايمتر على كي، عندي ال K property من ال properties، عندي ال diameter given، هطلع من هنا ال H عشان اعوض بيه في ال equation اللي عندي، واقوم اطلع ال Q. وطبعا ال area بتاعت ال sphere هي 4 ال area بتاعت ال circle، يعني ال sphere بتترسم دايرة 2 3 4، فهي هتبقى في الاخر ال area بتاعت الدايرة اللي هي pi r square في 4، فهتبقى pi r square. بس هو معوض في ال equation واقوم اطلع ال Q.